مرحبا بكم مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن الاتفاق مع أردوغان وروحاني على عقد مؤتمر وطني سوري في سوتشي في ختام قمة جمعتهم. رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يعاهد مناصريه على البقاء معهم للدفاع عن لبنان واستقراره بعد وقت قصير من إعلان قراره بالتريث بالمضي رسمياً باستقالته بناء على طلب الرئيس اللبناني. قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن إعادة فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء اعتباراً من يوم الخميس لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية. وزير الخارجية الأمريكي يدين التطهير العرقي بحق مسلمي روهينجا في ميانمار. المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تحكم على الجنرال الصربي راتكو ملاديتش الملقب بجزار البوسنة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في سريبرينيتسا عام 1995 بالسجن مدى الحياة.